في صالحنا خلال دقائق الجولة الثانية. لذلك التعامل هادئ، تدبير سليم من جانب عناصر أسود الأطلس. بينما كرة تمشي هناك للاعب حكيم، حكيم زياش ينتظر الصعود للعب نبيل درار. درار يرفع جول، 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 فعل الأسود، سجل الأسود. انصر يا أسد، افرح يا مغربي، افرح يا مغربي، علي رايتك يا مغربي، علي رايتك يا مغربي. المنتخب الوطني سجل، نبيل درار سجل في مرمىهم، درار سجل في مرمىهم. هذه الإعادة في شباكك يا كبو. الأسود تظهر في أبيدجان، الأسود تظهر في أبيدجان. هكذا يا الصورة الرابعة للمنتخب المغربي. نحن الأفضل ونحن الأخطر ونحن الأقرب للانتصار حتى الآن بعد مرور نصف ساعة انطلاقية ديال المواجهة. مبارك بوصوفا، يا مبارك أمسيتك مباركة، يا مبارك وبركاتك، يا مبارك. هجوم الأسود ينفجر بأبيدجان. هذه الركنية، بركاتك يا مبارك، بركاتك يا مبارك. حطيلو في المرمى، بن عطية الكابيتانو، بن عطية الكابيتانو. الله يحفظك يا بن عطية، الله يحفظك يا بن عطية.